بشر ولو بالقليل من الحسنات، بشر ولو بجزء من الطاعة. لما نشوف نحن أخت متحجبة ولكن الحجاب السبور، الحجاب اللي فيه تبرج، من الخطأ تيجي تقول له روحي روحي اشلحي الحجاب تبعك. هي وإن كانت قد قصرت في حجابها إلا أنه التزمت بجزء، فنحن بنبشر بهالجزء وبننبهها على الجزء الثاني أنه أنت عملت هيك إرضاء لله سبحانه وتعالى، الأحب والأطيب والأفضل والأقرب لله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا الحجاب بهذا التبرج، أن لا يكون هذا الحجاب ضيقا. بشر بجهة وحذر من الجهة التي فيها مخالفة. شفته عم يزني وعارف أنه عم يزني وقام صلى، فأنت بسم الله ما شاء الله عنك بتقول له لا تصلي بلا ما تصلي. طب ما أقول له بلا ما يزني، جاي تقول له بلا ما تصلي؟ تفكير عندنا هون في نوع من الخلل. استغل أنت أي جزء الإنسان أقبل على الله سبحانه وتعالى وركز معه وزيده. يبقى ذكرها دوما ببالي.